أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 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 إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور من أصحاب القبور ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره 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 ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور وإذا القبور وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت 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 وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور بعثر ما في القبور بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ما في القبور ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يوم يخرجون من الأجداث يوم يخرجون يوم يخرجون من الأجداث يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا رب البرايا اللهم يا رب البرايا ويا عالم الخفايا ويا عالم الخفايا ويا كاشف البلايا اكشف عنا كل بلاء اكشف عنا كل بلاء اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبور المسلمين اللهم ابطل كل سحر في قبور المسلمين وفي قبور الكافرين وفي قبور الكافرين اللهم ابطل كل سحر في جثث الموتى وضعوه في جثث الموتى وضعوه في جثث الموتى وضعوه اللهم ابطل كل سحر في فروج الموتى أدخلوه في فروج الموتى أدخلوه في فروج الموتى أدخلوه اللهم ابطل كل سحر في أفواه الموتى وضعوه في أفواه الموتى وضعوه في أفواه الموتى وضعوه اللهم ابطل كل سحر في أرجل وأيدي الموتى ربطوه في أرجل وأيدي الموتى ربطوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور دفنوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه وكل سحر بلباس المسحور وصوره وأثره في قبور أقاربه دفنوه في قبور أقاربه دفنوه في قبور أقاربه دفنوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه وكل سحر بلباس وأثر وصور للمسحور دفنوه اللهم ابطل كل سحر في بطون أطفال موتى في بطون أطفال موتى أدخلوه وأخفوه في بطون أطفال موتى أدخلوه وأخفوه اللهم ابطل كل سحر في تابوت في تابوت في تابوت في تابوت في تابوت اللهم ابطل واحرق ما في التوابيت ما في التوابيت وما في الترب وما في الترب وما في الترب اللهم ابطل كل الأسحار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب
اللهم ابطل كل الأسحار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب اللهم ابطل ما يرشوه وما يبخروه وما يدفنوه اللهم ابطل كل الأسحار المدفونة والمخبأة في قبور العائلة والقبيلة اللهم اهلك خدام سحرة المقابر من الجان والمردة والسحرة اللهم عليك بجن القبور اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك بمن يتبع المسحورين منهم في يقظتهم ونومهم بالأحلام المفزعة والمميتة اللهم حل كل مربوط بسحر القبور وكل مشلول وكل ممسوس بجن المقابر وكل معيون ومحسود أحاط به جن المقابر وتبع العيون جن من المقابر اللهم ابطل كل سحر في قبر أمه أو أبيه أو أجداده أو زوجته وأبنائه وأقاربه اللهم ابطل كل سحر من تراب قبر صنعوه اللهم ابطل كل سحر في قبور قديمة مهجورة خبأوه اللهم ابطل سحر الفراعنة ومن خلفوه وكل سحر وضع في قبورهم أو أراضيهم اللهم احرق كل سحر محروس من جن المقابر اللهم ابطل كل سحر في طلاسم وعقد ومعادن وحجارة وجلود وأجزاء حيوانات أو جيف حيوانات دفنوها في قبر اللهم ابطل كل سحر كتبوه بآيات وطلاسم اللهم ابطل كل سحر كتبوه فيه ثم أماته فأقبره اللهم ابطل سحر تعطيل الرزق سحر تعطيل الزواج والخلفة والذرية والعافية والقوة والربط والمرض والقتل والجنون والحالات النفسية والحزن والاكتئاب والفرقة والتشتيت والاختلاف اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا قريب يا مجيب اللهم هذا الجهد وعليك التكلان يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين
أنزل الشفاء، أنزل الشفاء، وارفع كل الداء، وارفع كل الداء، واكبت الأعداء، واكبت الأعداء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله.